تصرف وعنده فحص. لكو يا جماعه شكله له ساعه مشرف. لكو يا شباب انا عم ظمر لتعرفوا انه انا صفيت بنص الشارع اللي بده يمد ايده على السياره اخت اللي تبعه، فهمتوا؟ لا شرف شرف تلميذي الشاطر. مرحبا يا شباب، مرحبا يا وادم، مرحبا يا شباب، مرحبا يا وادم. ده تعال عشت سردي. مرحبا مرحبا مص مس لك مس مص كله بيبسط. ابو عزيز اهلا اهلا. ايوه ابو عزيز نايس هير. لك هير بهالشغله. شوفي اربع ساعات علب عشت السر انا. اه عشان سوري. ما كله من ورا السوري، مليونير سوري بالبلد قد العقربة. ابو عزيز بدك تصيب المثبت. هلا رحنا لك كله سوا، ما لقوا غير البلد انا 10000 450. لك في صعب رح على انا رؤيا. ابو عزيز ايه هيدا مين؟ هيدا ايه ايه انا قد ما بسب ايه بعرف دولتنا العزيزه ايه؟ حطت واحد وقف ورا فبس سب بزمر. هلا ما فايقين غير علي تركين كل شيء فيه بالبلد وبينه ابو عزيز. لك بدي اي ظلام. طول بالك يا زلمة، مش هيك الحياة. طب أبو عزيز نعم. أنا ولا مرة سألتك ليه أنت بهالعمر قررت تتعلم إنجليزي؟ ليه قررت تتعلم إنجليزي؟ ولك عملك لا تعيدها، عملك لا تخبرني ليه قررت تتعلم إنجليزي. بدي هيك ييه الحمد لله. لوين؟ رايح والله لك يا أمريكا. فولت كندا، فولت راح على بريطانيا. بريطانيا واي واي لأنه عم تشتت الدنيا. هلا اخوات عم بيبيعونا معي. لك فنجورة عنا هالقد بالحي. هلا قرع. هي زمر عم خلص طلع رعب. زمر قلد التزمير يا اخي. بعدين هالمدارس هالقصوطة هالاخوات بدفعونا لقصوطة. لك معقول؟ معقول عشان هيك بدي هاجر انا. والله منيح. تبع ابو عزيز انت بدك تهاجر ومستقتل. انا عم بعطيك دروس بالانجليزي. عم تدرسه؟ عم بدرسه. يعني هلا اذا انا قررت اعمل لك فحص بتنجح؟ اي طبعا. طب انا بدي اعمل لك فحص. اعملي. وهيدا بضل هون؟ لا هيدا ليك. ايوه هيدا ليك. روح اتغدى كل. هيدا ما بيسمع الضمير. ما بس بدي سب معي يطلع. ايه روح روح روح. عم تخسر الدوله هيك ضمير. روح روح. ايه هلا فل؟ ايه فل. طب يلا ابو عزيز طلع على اللوح. فينا نطلع على ابو عزيز؟ على الجبل على الجبل. طلع انا معلمتك. ايه نطلع. ليش ما بنطلع زي هلالي؟ هي هي ارجع 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 مثل ما انت. لف بارضك وارجع لهون. لا هو بدي ارجع. بتمشي جالس بتجلس وبتمشي مثل الخلق. يعني ليش بدي جلس؟ لانه بدك غصب عنك بدك تمشي جالس. لا ما فيني في استحاله. استحاله شو رجع؟ شو؟ شباب مش هلا الشباب هالايام بيلازموا البنطلون العام. نحن لحالنا اجرينا ما بيسكروا. طب خلص خلص اذا بتريد خلص خلص خليك. شو هيدا؟ عليك. ابو عزيز انا رح اعطيك كلمات بالعربي. ايوه وبدي اياهم منك بالانجليزي. بالانجليزي كلمات سبق واعطيتك اياهم اكثر من مره وانت اكيد صرت تعرفهم كثير منيح. ما بيأثر. تفضل. اول كلمه بتقول ما معنى كلمه السماء بالانجليزي؟ سما بالانجليزي اسرع. لحظه شو بس اسرع اسرع. ايس. شو هاي؟ ايس. ايس شو هاي؟ ايس في ايس. مينيموم. شو؟ منين جبت ايس سكاي؟ لك هلا حرف زايد. حرف زايد. اي حرف زايد. هلا ان شاء الله بدك تعطينا. لا هلا ان شاء الله بدي احط لك صفر. هي اول صفر لابو عزيز. طولي بالك. رح اعطيك كلمة ثانية كثير هينة وإذا ما عرفتها في مشكلة كبيرة. قولي لشو؟ ما معنى كلمة الهواء بالإنجليزي؟ هواء بالإنجليزي؟ أسرع أسرع. لحظة شو بدك؟ أسرع. إير. إير. أنا إذا حافظ شيء بالإنجليزي هو الإير. أنا هواء إير. وقتي انا ما حافظ شي بالانجليزي غير الاير. ايه هوا ابو عزيز شو بعمل لك؟ هن مسمينه اير. انا بقول له لا هيك اير هوا. ابو عزيز اذا بتريد اير هوا. انت اذا بتريد لا انجليزي اير. طيب صح خلص صح اير ولا لا؟ هي بيناتنا هيك شي. بس لانه انا ما بوثق فيك وانت بلا مربع واخلاقك زفت تما اظلمك رح اقول لك اكتبها. جلس. لا خلي جلسنا. ليش فينا نجلس؟ استحالة. لك بشو بدي اكتب على اللوحة؟ وين اللي تفضل اكتب على اللوحة. ما بتعطينا شيء من اكتبه. هيدا القلم. هيدا اذا غلبطت. ما بغلط بالقير انا. طب اكتب يا فتح لزمانك لنشوف. لحظة لحظة اعطيني اعطيني. شوفي ما تكتب لي بهيك. اكتب لي بالطبشورة. بالطبشور؟ ايه احسن بالطبشورة. شو البف
هيدي؟ ما بعرف كل عمر المعلمات بيعملوا بف، ما بعرف ليش بف 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 فعلا. ولا شو ها؟ ولا ليه ملقح على الارض؟ بدي اشوف اذا جاي ولا ولا ليه ملقح؟ ولا قوم ولا قوم، ما تخليني قوم قوم. شو هيدي الكتب لي؟ لا ما انا نكتب كتب. شو عامل كتب؟ اه هاي اه ولك ليه شو ها؟ يي لا 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 عالي كثير هيدي. لا هو الا الا شحطه بس مش هالقد عالي. لا مش عم تمحي معك. ما عم تمحي هذا هذا ما بيمحى. ها 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 برافو زعفول. زعفول لا زعفول لا برافو لا 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 شفت أنا حافظ شيء ما عرف غير هالإير. قلت لك ما بدي أزر مكة أبو عزيز عن جد برافو. ما أنت تظلميني شي برافو أبو عزيز. عطيتك نقطة هي نقطة على بس نقطة؟ نقطة واحدة بس تعود لك النقطة اللي راحت قبل. رح أطلب منك أنك تحط سوري تحط هيدي الكلمة بجملة مفيدة بالإنجليزي. بدي أحط بجملة مفيدة وبالإنجليزي إلك مني نقطتين. لك عادة بنحطه مش بجملة مفيدة للآخر. خلاص جملة مفيدة خلص. فكر فكر خلص إذا بتطلع غير شكل ثلاث نقط بجملة بالإنجليزي. أكيد يا أبو عزيز. شو رأيك أعمل لك ديوان عن بالعربي بس؟ والله بعطيك جمل ما سمعتيهم بحياتك. أبو عزيز صدقني عندي جمل أنا عن بالعربي ما بحياتك سمعتيهم بحياتك. أبو عزيز خلص إنجليزي فن إنجليزي. يلا هيك لنشوف. ركز فكر واعطيني هالجملة الغير شكل. إنجليزي إعلانيها. عن جد عم تحكي؟ لا اليوم عبري. يلا قول. يلا I have اي هاف مش العاده. لا شيء يعني شيء فوق الطبيعه. يو الله لا يوفق. يو نيد فريش اير. جمله مدروسه. لا لا هي طلع معها. شو سفرين؟ شو سفرين؟ اذا لخذتهم الجماعه بيقولوا شو بقول لهم انا؟ هيك بحطوا جمال؟ تبقى تعلم الانجليزي اكثر. هي وهوا يعني هوا عم عبد الحليم. لو تعرفي عبد الحليم لو غنى الهوى هوانا بالانجليزي بالانجليزي كان قبر الفقر عبد الحليم. ما كان حدا ينصحه لعبد الحليم. ليه بقى؟ تعرفي شو هوى هوانا بالانجليزي؟ لبنينك اسراني. لا وعم بتروح وعم تقبر الفقر. بس بعدها كان مثل ابو عزيز يجي له غنيها بالانجليزي. بس بس عم تريد هي ابو عزيز. يلا ضهر لوين ده؟ ببرا نصفي. 150 دولار يا خي عمر فيهم حيالله شيء تاني. انا ما بعرف وينك انت دوله. وين هذا اكل دوله؟ اه اجى لك مثل اسم الله عليه مثل الترين هذا وقف. لا لا بدك زمر مزبوط. ها لا بدي سب مش تزمر بعد ما سب. بدك تشحطيني؟ شحطتك. لا لا انت تشحطيني. لا انت تشحطيني. لا خلص ابو عزيز ما تزعل. خد صف تاني بالمصاري بس انا ما بقى في علمك. لا هيدا عم خسر الدوله ما في شيء مسبب. صف تاني وين بدي اروح؟ حي الله صوف كتير. شوفي عنا صوف في يوناني في هندي في صيني. بس 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 بروح بالخيمة اتعلم باليوناني. انا اليوناني هيدا اللي هون. قديش رقم الصف؟ 28. 28؟ ايه. انت بتعرفي شو يعني 28 باليوناني؟ لا مين بيعرف؟ لك شو مسقى؟ شو هذا؟ تفضل فرسان ثلاثة أربعة. انتوا أربعة وين رابع؟ يس والله عليك تعرف أنا ليك فرسان الرابع. شو يعني 28؟ ديكوسي أختو. شو هالعالم مسقى فيها يا عم؟ شو هاليونان يا بروح بشتغل أنا بيقبضوني نص مثلا. حلو ما 28 حلو نص. أه نحن بمجلس النواب كم نايب عندنا؟ 128. ايه بتعرفي شو يعني 128 مليون؟ لا يعني عندنا نحن بمجلس النواب 100